مسلسل الميراث ملخص أحداث الحلقة 574، واللي بتبدأ بماجد بيتكلم مع آسيا، بيقول لها الكلام اللي انت قلتيه ده يخليني أسأل بعض الأسئلة الصعبة. اللي بيبعتلك ده علشان يتخلص مني، ليه بيبعتلك انت بالذات؟ وليه عايز يتخلص مني وإزاي؟ قالت له في بعض الأسئلة برضو المفروض أسألها لك، المفروض ان انت عندك فضول، والخوف الفضول يخلوك ان انت تفتح الرسائل دي. أو نقول مثلا ليه اللي عايز يبعتلي رسائل بيبعتلي رسائل عن طريقك انت؟ ما المكاتب مالية الشركة والمكاتب كلها أنا ليا فيها، اشمعنى يعني الرسائل توصل عن طريقك انت؟ ليه انت بالذات اللي بيبعتلك الرسائل دي؟ وليه انت بالذات اللي تيجي في نفس الموقع اللي مبعتلي علشان اروح له؟ مش شايف انها غريبة؟ لا على فكرة، الرسائل اللي بتوصل من تليفون جوارية اختك، والتليفون في اوضة حور. قالت وفهد يقدر يدخل اوضة حور؟ انا مش ناسية ان انت كنت مش عايز الجوازة دي تتم، ومرة واحدة وافقت ان الجوازة تتم بمنتهى البساطة من غير اي حاجة. تقدر تقولي ليه حصل كده؟ ما خدتش وقتي في انك توافق، جيت وباركتي كمان. قال لها انت مش عارفاني كويس، خلي فهد يبعد عن السلفة. ردت وقالت انت كمان ما تعرفنيش كويس. ابراهيم بيتكلم مع يوسف وبيقول له على فكرة كلنا نعرف ان فارس ما سافرش وانه موجود، وانا جيت وقلت لك وكشفت هيفا قدامك. قال له ايوه بس ما كلمكش قبلها. قال له ايوه هو فعلا كلمني، وبصراحة كان غريب شوية. قال له وانت ليه لما كلمك ما كلمتنيش قلت لي؟ قال له كنت هتكلم معاك يوم فرحك، انت اصلا كنت هترد عليا. قال له وماله؟ كنت كلمني، كنت كلم اي حد يخصني، كنت كلم الشرطة كانوا ممكن يجوا يلحقوها، كنت عرفني بس ان هو ممكن يجي، كان مفروض ان الحقها وابقى جنبها في الوقت ده، يمكن ما يكونش قتلها. لكن بيقول له خلاص اللي حصل حصل، انت هتفتح الموضوع تاني ليه؟ اللي اتقتل خلاص موجود دلوقتي في السجن. لكن بيقول له ان هو عايز يحاكمه بنفسه، يوسف عايز ينتقم من فارس، مش عايز المحكمة هي اللي تحكم، انا بعد كده اللي هحكم وانا اللي هنتقم. آسيا بتخرج من عند ماجد بتلاقي زيد مستنيها، بتقول والله انا حلمي بسيط، حلمي اللي انا لما اجي هنا على الشركة ما اشوفش الناس اللي انا مش عايزة اشوفهم. زيد قال لها وانت لو كنت اديتيني عقد نافع واتكلمتي معايا كويس من غير ما تسحبي عليا كان زماني مشيت وعملت نفسي مش شايفك يعني. قالت له انت عايز ايه؟ انت جيت وقلت لي وانا ما ردتش عليك، هو انت عمرك ما رحت سوق او مول؟ لما بتروح عند حد بيعرض البضاعه والبضاعه دي مش بتعجبك بتبقى عايز تهرب منه، بتقول له خلاص هشوف هفكر هاخد لفه وارجع لك، بترجع له تاني؟ ما بترجعلوش. معنى كده ان اجابه السؤال المفروض تكون وصلتك، يعني قصدها ان هي مش عايزه منه اي حاجه ولا عايزه تساعده. ادم قاعد مع فهد وبيقول له انا عايز اعرف الكافيه خلاص بقى بتاعك، ليه ما تقولش الراشد؟ ليه ما تخليهوش يعمل الحاجات الغريبه اللي عايز يعملها دي وتفكنا منه بقى؟ قال له مفيش غير ثلاثه على وجه الارض بس اللي يعرفوني الكافيه ده بتاعي، انا وانت وشهد، يا ريت يا ادم ما تقولش لاي حد ولا حتى الراشد. قال له ايوه بس الكره الارضيه دي فيها راشد وانا صراحه مش قادر استحمله اكتر من كده. حور قاعده مع ابراهيم بتقول له انا مش محتاج اثبت لك ان انا مش بتهرب، وان موضوع جوازنا ده انا باجله عشان خاطر الظروف المحيطه، انت عارف اللي انا بمر فيه، وعارف اخوي اللي رجع وبيتهمني ان انا ساعدت فارس في موضوع قتل هيفا، وكمان ما ينفعش اتجوز في الظروف دي واسيب شاهد اختي مع خالتي اسيا. قال لها انت كده بتظلمي نفسك قاعده عشان تحلي مشاكل اخواتك، وكده بتظلمي نفسك ومش بتعيشي حياتك صح. قالت والله انا كده بقى دبكش على بعضه، يا تاخده يا تسيبه. قال لها تسيبه برضه؟ هو انت ليه كده دايما بتسيب النهايات مفتوحه؟ هو انت ليه مش بتاخدي قرارك بنفسك؟ المفروض ان انت تاخدي قرارك بنفسك يا حور، ما تسيبيش كده النهايه مفتوحه، ما تسيبيش كده الموضوع ملوش حل. قالت ما اعتقدش، انا بعيش بس، اللي بيكتب القرارات والنهايات مش انا. اسيا بتروح مكتب نواف بيقول لها انا ما جبتلكيش عند المكتب بتاع ماجد، بس ده مش معناه اني مش عايز اعرف اللي حصل جوه، ايه اللي بيحصل بالظبط بينك وبين ماجد؟ سكتت شويه وقالت له هو انت ما كنتش عايز تجيب لي يعني كوبايه العصير؟ طب يا سيدي خلاص مش هشربها. قال لها اسيا انت ليه بتهربي؟ ليه مش عايزه تواجهي؟ عمرك حبيتي قبل كده؟ الحب ان حد يوحشك وتبقي عايزه تشوفيه دايما؟ قالت لا انا عمري ما حسيت نفسي ان انا ممكن احب او اتحب، انا بس وسيله للانتقام مش اكتر. قال لها وليه ظلمه نفسك؟ لو الكلام ده كنت سمعتيه من ماجد كنت صدقتيه صح؟ قالت ماجد بالذات لا،
رد وقال لا. ليه؟ عشان كان بيحب أختك؟ علشان كانت بتستغله بالحب ده، علشان عاشت حياتها وانتي قاعدة تجلدي نفسك وتعذبيها. قالت له العذاب اللي ممكن نشوفه يا نواف فعلا لو صدقتك ومشيت ورا الكلام اللي انت بتقوله. خد بالك، احنا فعلا لو صدقنا الكلام ده النهاية هتبقى وخيمة، وبتمشي وتسيبه. آسيا بتخرج من مكتب نواف وبتلاقي حور مستنياها، بتقولها طالب فرصة تانية؟ قالت ايوه بس انا مش هديها له. ردت وقالت طب كان يجي لي انا ليه يعني لف وروح لك؟ آسيا قالت لها مشكلتك يا حور ان انت فاكره ان انت محور الكون وان الناس كلها بتفكر فيك وانك مركز القوه يعني. قالت لها امال يعني تفسري بايه وجودك هنا عند نواف؟ قالت عادي انا ليا حصه في الشركه، ولا انت ناسيه؟ قالت لها بس ده كان خطيبي. قالت لها برضو انا ليا حصه في الشركه وده موظف من ضمن الموظفين وعادي جدا ان اتكلم معاه في اي وقت. خدي بالك كمان هتلاقيني الفتره الجايه كتير. آسيا بتبعت رسالة لنواف وبتقول له ما ينفعش ان احنا بعد كده نتقابل في الشركة لان حور شافتني. بعت لها رسالة وقال لها كويس، معنى كده ان احنا مش هنتقابل في الشركة، يبقى هنتقابل بره، ودي حاجة كويسة وانا فعلا محتاج كده. يوسف بيروح المكتب ماجد. ماجد بيقول له عظم الله اجرك وحمد لله على السلامة، لكن بدل ما يسلم عليه بيديله ورق بيقول له انا مش جاي بايدي فاضية. بيفتح الورق وبيقول ايه ده، معقول اخدت القرار؟ قال له ايوه انا اخدت القرار، مش انت كنت محتاج موظفين علشان يشتغلوا معاك؟ واحنا جايين هنا عشان نشتغل مش عشان نلعب، تقدر تجيب الموظفين اللي انت عايزهم، وانا كان خلاص قررت ده ومعاك الورق اللي تثبت. قال له ايوه بس مش خايف من رد فعل حور؟ رد يوسف وقال له يا ريت تعرف لي حور بالموضوع ده في اقرب وقت ممكن. معنى كده ان يوسف عايز يغيظ حور ويعمل كل التصرفات اللي هي مش بتحبها وعايز ينتقم منها. بنلاقي بعد كده راشد بيروح وبيتكلم مع فهد وبيقول له قلت ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ قال له موضوع ايه؟ قال له انت بتنسى موضوع الاكل ده الكاميروني. قال له بصراحه انا مش عايز اغامر، وكمان انا مش حابب التغيير. قال له ليه؟ ده احنا كده هنتعرف على ثقافه جديده وممكن انا اسيبه عشان يخاطر يجرب اكلنا، وفي كمان اكل تاني اسمه الاكل البورتريكي ممكن ان احنا نضيفه على القايمه. قال له والله انا متخوف جدا من الخطوه دي. قال له لا ما تخافش، لو موافق انا هتكلم دلوقتي حالا مع الشيف علشان خاطر يجي ويجهز نفسه علشان يبدا ان هو يطبخ. ها قلت ايه؟ اكلمه؟ وبالفعل بيروح يكلمه. ادم بيجي يقول لفهد برضه مش هتقول له ان الكافيه ده بقى بتاعك وهتسيبه يتصرف زي ما هو عايز. البنات جود وجانا بيودعوا الست اللي كانت موجوده علشان تشوف عروسه لابنها، وجوانا كانت قاعده بتاكل وبتقول ان هي مش مرتاحه للست وكانت بتبص لها بصات غريبه. فضلت تاكل والبنات بيتخانقوا. جانا بتقول لجودي ازاي تقولي لها ان انت متخرجه من نفس الجامعه اللي انا متخرجه منها؟ قالت لها عادي، فيها ايه يعني؟ فيفي بتيجي. بتلاقي جمانة قاعدة بتاكل وبتسألها ايه الأخبار. بنلاقي بعد كده جود وجمانة ماسكين في خناق بعض، الاتنين بيتخانقوا. جود شايفة نفسها أحسن واحدة، عندها كاريزما وقبول وعندها شخصية وإن الست فعلا ممكن تختارها لابنها. جانا بتقول لها ضيفي كمان إن أنت أنانية ومش بتحبي غير نفسك. فضلوا يتخانقوا هما الاتنين. دخلت فيفي وقالت برافو عليكو، اتخانقوا اذبحوا بعض علشان واحدة أصلا لسه ما اختارتش عريس لابنها ولا حتى العريس شاف حد فيكو. أما هنا فمنلاقي منصور بيدخل عند زينة المطبخ كانت بتعمل حاجة، بس طبعا بتتوتر أول ما بتلاقيه وبتوقع الحاجة دي من إيديها، بتوطي علشان تجيبها. منصور بيمسك إيديها بعد ما اتجرحت وبيقول لها كده برضو جرحت نفسك. وفي نفس الوقت منلاقي ياسمين بتدخل وبتشوف المنظر ده، منصور وزينة واقفين ومنصور ماسك إيديها كانت مجروحة. قالت والله؟ طبعا كانت صدمة قوية. زينة سابت المكان ومشيت، منصور بقى واقف مش عارف يعمل إيه ولا يرد يقول ايه. نرجع بعد كده ليوسف اللي بيتكلم مع زيد وبيقول ناس كتير مثلوا ان هما خايفين عليا وان هما فعلا كانوا قلقانين عليا لما كنت مسافر، ما عدا انت يا اخي مش عارف حتى انك تمثل. قال له انا سبت التمثيل للي قتل زوجتك. رد يوسف وقال له انت حتى مش عارف انك تمثل انك جاي عشان تعزي. قال له انا مش جاي عشان اعزي، وعلى فكره حتى لو جيت عزيت الموضوع ده مش هيأثر في حاجه، يعني لا هيرجعها تاني تعيش ولا هيخليك تاخد بطارك من اللي عمل كده. بنلاقي زيد بعد كده قاعد مع يوسف وبيحرضه على فكرة القتل، بيديله سكينة وبيقوله المفروض ان انت تتخلص بنفسك من الناس اللي مضايقينك، وبيديله السكينة بنفسه. بيتصدم يوسف وبتخلص الحلقة على كده. ده كان ملخص لأحداث الحلقة 574 من مسلسل الميراث. يا رب الملخص يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكوا على خير في فيديو تاني.
باي باي.